بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. هذه رسالة لإخواني في اليمن، وقل لهم احنا مغتربين وظنتم تحيدون المكان الذي فيهنا صورة حقيقية ما كذبش. من قال إن كذب؟ وذا سلامها وقيل تحتنا، وأنا الآن مشي بعدين جمال رآها وظنتم تحيدون. لا تقول إن إحنا مرتاحين، ها مدد نظرك ذا، ألا مدد نظرك تحيدون الدنيا كلها قصار وجدامين وتا سلامة قيل تحتها ورأى تا الغربة، ظنتم تحيدون الغربة وتحيدون كيف أذاب الغربة، ها كلها سلامها قدامي وكلها كلها اقصروا. هذا محلي في الغربة، الآن الصورة هي شمال شايم وحرك إلى غرب، ومن غرب دحين جنوب يمن وتنقصر الذي ضلبها ضل تحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.